وش يعني لك أنك تشوف هادف بهذا الإخراج بهذا الحضور لحد اللحظة؟ تعرف أكثر من 4 ساعات أو 5 ساعات وما زال نفس الجمهور. تحية كبيرة للجمهور في حد ذاتهم، بارك الله فيكم لحد اللحظة. إسلام، وش يعني لك هذا الشيء؟ وش تشوف أنه الخطوات القادمة اللي لازم نديرها هادف إن شاء الله؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة الأولى يعني يعطيهم الصحة المنظمين، يعطيه الصحة جمال، يعطيهم الصحة كامل الناس اللي راهي قائمة بالمجهود هذا، باسكو عباكم مجهود كبير، مجهود عظيم أنك تجمع كل صناع المحتوى الهادف في مكان واحد. ويعطيهم الناس الصحة اللي راهم حاضرين معنا، بارك الله فيهم. أنا نقول لكم تحية ليكم أنتم اللي جيتوا، بارك الله فيكم، شكرا لكم، وشكرا على القائمين، شكرا للجمال مرة أخرى، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحة. شكرا إلياس، شكرا جزيلا. نقول لكم أنا نعرف على نفسي، أنا إنسان تقني سامي في مجال التبريد والتكييف والأجهزة الكهرومنزلية. المحتوى نصنع في هذا الميدان اللي ما كاش اللي يصنع محتوى في ميدان الصنعة ولا الحرفة. بدينا نشوفه مؤخرا، بدأوا ناس تصنع محتوى في الميكانيك، محتوى في الترصيص. أنا بديت عام 2017 بعد 3 محاولات وكولي 3 خطرات مدابية نهضر هكذا، بعدها نجحت والحمد لله بصناعة المحتوى في 2017. واليومين هذا عندي مؤسسة مصغرة في تصليح الأجهزة الكهرومنزلية، وقدرت لحق بصناعة المحتوى ترسيخ محتوى جديد للناس. كي تجي تشري منتوج كهرومنزلي تعرف كيفاش تشريه، تسقسي علاش تشريه وشنو هي الخدمة تاعو. قدرت نرسخ ثقافة الأجهزة الكهرومنزلية عند بزاف ناس اللي تبعوا المحتوى تاعنا، والحمد لله قدرنا ما من أطروا على شباب اللي خرج في السيام وخرج في الليسي، وما من اللي جاب ديبلوم في الجامعات. كاين أنا عندي عمال معايا جامعيين وداروا الميتي هذا والحرفة هذا، وقدرنا نحيو الحرفة هذا. كما قالوا كاين الناس راح يموتوا الصنعات، ولكن بصناعة المحتوى جددنا فكرة الصنعة هذه وخليناها محبوبة عند بزاف شباب اللي ولوا يديروا تكوينات في الميادين تاع الصنعة والحرفة، ويولوا دي زونتربرونور ويخدموا ويفتحوا أبواب ويفتحوا عائلات، والحمد لله ربي وفقنا. أنا نقول لكم كلمة فقط، شدوا في أحلامكم وحلموا، باسكو الصح قعرها في الحلم. ولما تحلم وتدافع الفكرة تاعك وتصنع المحتوى، وأنا مدابية في الجزائر، والله العظيم الجزائر محتاجة لكل ميدان، في كل ميدان يعني يصنع محتوى، لأنه المحتوى هذاك راح ينور الشعب، ينور الأفكار، يخلي الأفكار تتبادل. أنا تلاقيت بزاف ناس يعرفوني أنا ما نعرفهمش، وأنا نعرفهم وهما ما يعرفونيش، لهنا هما صنع محتوى ونقدروا ما منتبادلوا أفكار بيناتنا كصنع محتوى تاني هادف، باش نمدوا أفضل النتائج وأفضل الصور في أبهى حلة إن شاء الله لكم. وشكرا جزيلا.